كلام كتير النهارده ان شاء الله. هيشرفنا وهيكون ضيفنا الناقد الرياضي الكبير الكابتن ايهاب الجنيدي، هيكون موجود معانا. هنتكلم على القائمه زي ما بقول لحضراتكم، هنتكلم كمان على خلاص الدوريات الخمس الكبرى انتهت، هنشوف مين راح فين ومين جاي ومين اللي طلع ومين اللي هيلعب كمان البطولات الاوروبيه على مستوى الشامبيونز ليج، على مستوى الاوروبا كاب، على مستوى الكونفرنس كاب، كل دوت هنتكلم عليه، لان كمان في تغييرات كتيره جدا على مستوى المدربين في الانديه الكبيره التوب ليفل في الدوريات الخمس الكبرى. ان شاء الله كل ده هنغطيه مع حضراتكم، نلحق نغطيه مع حضراتكم النهارده. بس زي ما تعودنا يعني خلينا نروح نتكلم على بعض الاخبار السريعه هنا في المحترف، وهنبداه بنادي النصر. نادي النصر السعودي بيقدم عرضه الثالث لاسطوره ريال مدريد. طبعا الحقيقه بيواصل نادي الدوري السعودي وانديه الدوري السعودي استقطاب النجوم للموسم الثالث على التوالي، مش على مستوى اللاعبين بس لكن في كل المراكز داخل الانديه، اذا كان مدربين او كان سبورت دايركتور او لاعبين او او او. وبيسعى نادي النصر الحقيقه بقوه للتعاقد مع اسطوره ريال مدريد فرناندو هييرو. هييرو طبعا المدير الرياضي السبورت دايركتور السابق لمنتخب اسبانيا، وكان موجود في مونديال روسيا وفي منصب المدير الرياضي لنادي، وبيشغل هييرو صاحب ال 56 عام نفس المنصب في نادي شيفاز المكسيكي. والتقارير المكسيكيه كشفت ان نادي النصر السعودي قدم عرض ضخم جدا لضم هذا النجم الكبير، وقال انه يعني خلي بالكم ساعات الامور لما بيكون العرض كبير جدا بيكون صعب على الانديه انها ترفض هذا العرض، وبالتالي عرض جديد. وزي ما بقول لحضراتكم بدا موسم طبعا السنه اللي فاتت كان موسم ساخن جدا للكره السعوديه والدوري السعودي، اعتقد كمان السنه دي هيكون في نفس السخونه ونفس القوه في استقطاب بعض اللاعبين الكبار على مستوى الدوري السعودي. التقرير كمان قالت ان في انديه اوروبيه كانت عايزه تتعاقد مع هييرو وليس نادي النصر فقط، هنشوف الايام اللي جايه هتكون فيها ايه. طيب خبر من المان يونايتد اللي بيراقب زين الدين زيدان. حضراتكم عارفين طبعا زين الدين زيدان طبعا الاسطوره الفرنسي، بدا اسمه يطرح على طاوله مانشستر يونايتد من جديد، اللي بيبحث طبعا عن مدرب جديد يقوده في الموسم القادم بدلا من طبعا المدير الفني تين هاج الهولندي. وقال التقرير ان اداره اليونايتد لم تفقد الامل في التعاقد مع المدرب الفرنسي، رغم ما يتردد بان زين الدين زيدان غير متحمس لفكره العمل في انجلترا. يمكن زين الزان كان يعني بقى متفرغ، حضراتكم عارفين بقى متفرغ دلوقتي منذ انتهاء ولايته الثانيه مع ريال مدريد في صيف 2021، ويحلم طبعا زين الدين زيدان من احلامه طبعا هي قياده المنتخب الفرنسي، يعني كان خلفا لديشامب. واشار مسؤولي المان يونايتد انهم بيتواصلوا ايضا مع الارجنتيني بوكوتينيو طبعا المدير السابق ل تشيلسي اللي كان يعني اقيل مؤخرا من نادي تشيلسي، برضه مطروح على طاوله التفاوض ان يكون مديرا فنيا للمان يونايتد العام القادم. وزي ما بقول لحضراتكم يعني خلاص في دلوقتي خلاص تغييرات مدربين بشكل كبير جدا على مستوى البريمير ليج وعلى مستوى كمان اسبانيا. تشافي بيفجر مفاجاه، برشلونه قال او تشافي قال ان برشلونه لم يقدر ما فعلته الساعات الماضيه، شهدت يمكن تصريحات كبيره جدا لتشافي اتكلم فيها عن تجربته كمدرب لبرشلونه. حضراتكم عارفين تم اقالته من 3 ايام، وكانت يمكن المباراه الاخيره امام سيفيليا كانت اخر مباراه ليه. يوم الجمعه اللي فات اعلن نادي برشلونه اقاله تشافي من منصبه، وكان المتوقع ان يكون هانز فليك المدير الفني الجديد للبارسا، وبالفعل تم اعتقد التعاقد مع فليك. قال تشافي في تصريحات ابرزتها صحيفه سبورت انه لا اريد الدخول في اسباب قرار الاقاله، هذا لا يهم الآن، فهذا أمر يجب على القادة شرحه. أضاف كمان كل ما فعلته تسبب في زلزال وبشكل عام لم أستطع العمل بهدوء كبير. كمان تشافي قال أعتقد أن العمل اللي قدمته خلال تواجدي مع برشلونة لم يحصل على التقدير الكافي، ووجدت يمكن توقعات عالية بسبب تاريخي كلاعب وانقلبت ضدي، تسببت وجهات النظر فيما فعله بعدسه مكبره. يعني الراجل كان بيتكلم ان هو عمل اداء جيد في حدود الامكانيات. حضراتكم عارفين كان في بعض المشاكل الحقيقه الماليه اللي عطلت شويه تشافي على الحصول على الليجا، ولكن
الراجل تم إقالته بعد ما كان مجدد لسه من شهور قليلة، لكن تم إقالة تشافي من منصبه. نروح لفاصل سريع ونرجع مع حضراتكم.